فيما يخص سحب الملفات إلى غاية 19 سبتمبر، عندنا فيما يخص المجالس الولائية عندنا 1001 ملف يعني سحب، منها 784 ملف من قبل 47 حزب معتمد، ومنها 217 ملف في إطار القوائم المستقلة. هذا فيما يخص المجالس الولائية. فيما يخص المجالس البلدية عندنا 20425 ملف سحبة، منها 18924 من قبل 48 حزب معتمد، و 1501 ملف في إطار القوائم المستقلة.